حابة أورجيكم بس البلكونة بالغرفة الفندق اللي نحن فيها. سو لما تطلعوا طبعا في أكثر من باب إنه الغرفة هي مو غرفة، هي صالة وغرفتين، بس إنه أورجيكم كيف هذا منتجع. ففيه هيك الشقة نحن عنا، بس تطلعوا هيك بطلع لكم البلكونة. شوفوا لي هالبلكونة قديش كبيرة. سو إذا مشيتوا لهون في هون باب، هاد لقلنا وهاد لقلنا، بضلكم تمشوا تمشوا وهاد لقلنا. شوفوا لي قدي حلو والجو، يعني ما أعرف إذا عم تسمعوا صوت الهواء، بس يا الله شو حلو، يا الله شو حلو. سو هدول كلهم بشوفوا بتفرجوا علينا. شوفوا كله، وهي ما في منا يعني بس بهالطابق، احنا بالطابق الأول. شوفوا ما أحلى الفيو، هذا البحر بس تروح من هون للمسبح. او ماي جاد، حبيت اضافري. شو رايكم؟ كتير حبيت. شوفوا ما شاء الله. صباح الخير جايز، كيفكم؟ سو نازلين نفطر انا وميلا ومامي لحالنا، رايحين بدون مياد تهريب رايحين. ف وجهي مفقع، نازله بالبيجامه بس إلا بدون ينزل، فقررنا أنا وميلا يلا 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 نشوف شو في فطور. مبكرينا كتير الساعة 9:30، ما بعرف ليش بكينا. شو؟ شو؟ كنتي كتير حلوة انتي. يس هاي سناب شات، كيفكم؟ سو اليوم صلينا وانبسطنا وكل شيء مصورت لكم، بس انا اسفه كثير لانه عن جد كنت اليوم هيك بتعرفوا عائله وهيك. انا حاطه طابون سيارته عندي كمان، غيرنا الفندق وكل شيء، يعني صار كله على العجله. حبينا نقضي يوم ثاني بفندق ثاني، فتسبحنا وعملنا وسوينا. المهم هلا طلبنا اكل، ف يا ما بعرف غوريلا بيسوق، بدنا نطلع نجيب الاكل لانه ممنوع يدخلوا الدليفري لجوا. المهم انا بدي اسال سياره مصطفى، تخيلوا بيسويني اياها للباب كالعاده. شو كالعاده؟ ان شاء الله يعني انك مره تسويها يعني. بس كل مره، بس هالمره عم سويتنيها بس لباب الفندق. يعني شو هذا؟ عم مين اللي اخذها دبي؟ انا اخذتها على دبي. اوكي بعرف، بس يعني انه خلص بدك تحملي جميله يا معد. لا ما بدها حط حزام، ما عم يثبت الاستاذ عندك خربان. يا اما خربته انا يا جماعه. ايش اي يعني اي شيء بصير بالسياره بعد ما صبحت الحق علي، طلع اشتغل الضوء بنفسي لانا، فش الدولاب لانا. طب ليش ليش انا بصير معي هيك؟ ليش هو بصير معك؟ بس انا ما بتفكر انه ممكن يكون مني. لا منك. شوفوا مصطفى، انا لسه محترف السواقه الان. اوكي ما راح احط لحظه خلص بنت، ما بدي اعيش. بس اشرح لي مقاسات السياره انه حافظها. اوكي اورجيكم بس تور بالسياره. ليش عم تزمر؟ لا هلا اوكي مو مني.